عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. اليوم وين موجودين احنا؟ في جبل الأحمر حي زايدتي. جبل الأحمر وتحية لرجال جبل الأحمر. باهي اليوم احكي لي شوية اش عامل العبيدون في جبل الأحمر؟ عباد في تركينا. شو تشوف فيها؟ لا تشوفها مع عباد. العباد الكل مساكين يسخفوا. أنت مش العباد حتى الميت. الميت ولا كيموت لك في حي في البحال. سيدي يحيى دفنوه لك في راس الجزيرة باش ما عادش تزوره، ما فماش بلاصة. أنت تحكي لي على عباد. حتى جبانة عباد والعباد ماتت في البحورات. تحكي لي على البلاد، البلاد على الحيط ما عاد فيها شيء البلاد. قلت العباد مات في البحورات وأنا توا جدي في صلب موضوعي. أنا اليوم كي يقول لك الهجرة السرية ولكن نحكيو بمعطى آخر. اليوم باش نحكيو على الأم. اي الام اللي كانت قبل تبيع الذهب نتاعها باش تقري صغيره تو ولات تحرق في ولدها. انا بوحده من الناس مع نحرق في ولدي والقران والرحمه. اي يحبوا يمشي عاجبك البلاد هذيا وانا نخلط وراه. شنو المشكله؟ خاطر ما عادش فيه خذوها الصحاح اللي يجي يقول لك الله اكبر ويلم الفلوس. فما عباد تو مازال انت عاد تو صغيرك متهني عليهم البلاد هذيا باش يعيش فيها. مثلا صغيرك يمشي يخدم ياخذ 30,000 يركب ب 10,000 ويبخ باكو دخان اللي جير 6,500. شوف ظلوا يتحمل الهواء. شنو مازال وما عاد شيء؟ يعني قلت لك العباد في تركينا في الجبل. اليوم الام انت ام وعندك كبده وتحس بتبيع وتعرف معناتها كبده تقول معناتها نحرق ولدي الدنيا سليم باش هو هنا بحذايا. لا خير من بلاء يعطوك حقك. بحذايا ميت ولدي. شوف العباد عدا يمشي يموت غاديكا وكاها. هنا ميت ولدي. انا بحذايا ميت. ماما تصبر وماما تقول مستقبل خير ولا اليوم بلادنا ولات يطب فيها العايش. مستقبل تصبر انت في روحك. انت شهريتك تكفيك. تصبر في شكون انت؟ في الميت ولا في الحي؟ انت شهريتك تكفي. يعطوك مليون يكفيك في الشهر ولا كي يعطوك مليون؟ انا باش نمشي نروح نلوج على احمد رمضان يعاودني. طلع لمصر بالرسمي. والله البلاد ما عاد فيها شيء. خذوها الصحاح اللي يجي يصبرك يقول لك هاو اليوم هاو غدوه. في لا فما فما حتى شيء. حوت ياكل حوت وقليل الجدي. حتى اللحم والمراه كي تشتهي ولات انا نقدر باش نشري اللحم. ترسم لولدها لحمه في الورقه تقول انا غدوه اش طيب هيلك. اليوم يا ساده يا ماده الكبير والصغير سامحني يا ساده يا عودي كبير يدلنا ويدلكم عصلي ولا عبيده. اليوم كي يقول لك الكبير والصغير واللي يتبع الحصير الكل في مخاخ الحرقه يا حرقوا يا حرقوا روحوا بهم يعاودوا يحبوا يلموا يا ما قاعد يلم في فلوس باش يحرق. اليوم بلادنا ولات لا يطاب فيها العيش ولا شنو؟ ما عادش فيها عيشه بلادنا الكلنا موتة. يا اخي انت تحكي ما تحكيلكش امك على الوضع كي تخرج ما تقولكش راهي الدنيا خذات الدنيا الكل خذات هواء. ما عاد فما حد شيء. لا الناس برجوليه خلينا نحكي لك العباد كي تمشي للصغار يكلموا في رواحهم ولاو زطله دخان تو يلقاو للكوكا وللزطله والدخان باش ينساو شنو فما يرقدوا ويقوموا يعملوا ريبيلوت ولا يدوروا على اخوه ولا البارح ولد حومه ولد حومه نحو تليفونات بعضهم ولد حومه في بعض بالسيوف صنا ولد حومته حط تليفونه باش ياخذ دخان نحو العباد ولا تاكل في بعض يا تخزرش تخزر لنا لد. وصلنا اكثر وصلنا اكثر العباد تاكل في بعضها. حوت قليل الجهد يموت وما عادش تو قليل الجهد. الناس الكل مشات في خبري كان الصغار الكل ماتت. اللي ما عندوش يمشي ينطر اللي ما عندوش يزطل الام وتولي تصبر في ولده تشوف تو انا واحده من الناس نشوف ولدي اينين شوف العبيد شوف امي كيفاش باش نعملوا ما ينجمش يخطب ما ينجمش يعرس. سامحني في الكلمه لطف عليك لا يقدر ما ترمي بيدك بيديك ولدك للموت. سامحني يا طابت يا تحرق احنا 200 200 يجي راجل يجيبوه في صندوق خاطر هو ميت بحذايا ميت. هو شاده باه انا ولدي فاغم يتنفس بالباي يحب يلبس يحب الحق. 5000 وتبدا 5000 ايش باش تعمل وتخوى 5000 تخوى هو تيكي باش يعدي انترنت في القهوة ريت ال 5000 شنو تيكي باش يعدي انترنت في القهوة وزو سواقر اللي جا أكثر منه. لا القهوة كان خلطت عليه القهوة كان خلطت عليه تحسب انت ال 5000 من 4000 العباد ما عادش عايش تصورش مليون في تونس كل شهر وتركب مشي وجايب 6000 وتاخذ دخان وكاسكروت ما تاخذ شيء. انت نعطيك 20,000 تصرفك في النهار برج ولا اكثر تصرفك ولا ما تصرفكش. هي تتكلم على العباد انا نشجع الشباب الكل يحرق ويهزوا ماته معاه ولدي يحرق وانا وراه والله نمشي والقران والرحمه. سامح تسمع ام تقول لك انا ولدي نحرق وانا نحرق معاه لدرجه هذه وانت انا نعطيهم الحق. انا عندي زوز اولاد زولاد ونخمم في مستقبلهم كيفاه وربي يعلم وباش انا البلاد باهي ولا مش بلاد انا مستقبلهم ولا انا من المستقبل تو قاعده تحكي لك ما مش حاجه يعني واضحه في تونس انا بلادي انا هذه
يا ولدي نتبينوا نحن مع المولى سبحانه وربي سبحانه وعطاه خير وكل شيء حطونا في الارض بلا لا حطونا في الارض ريت المولى سبحانه ايش عطانا عطانا الخيرات كلها حطينا في الارض ها وعطانا حكام وقال لنا اقسم يعرف كل شيء ما هو اقسموا يا عبادي يقسموا بعدل نحن انا لكن اللي هبطوا ربي سبحانه ياكلوا الصحاح ونحن نمشوا الريش لا لا بركة وحاجة أخرى في بلادنا اللي يخدم عنده خدمة صحيحة فيس رسم مريقل يقول لك والله بلادي باهية تسمع فيا ولا نمشي يا روح اوكي اللي يخدم فيس مريقل خدمته مريقلة مرسم يقول لك والله بلادي باهية ما ناقصة شيء ها وما نساك الناس اللي ما عندهاش خدمة رسمي كيما أنا نخدم قهوج هذا هنا نهار الاخر يقول لي برا ما فيش خدمه معناتها انا بطل عباره بطل اليوم يقول لك انا بصراحه شنو اللي يخلي شبابنا يدمن على المخدرات الافه هذه اليوم مخدرات سرقات نشل شنو اللي يخلي شبابنا يدمن كل شيء من الفقر والسبب هو الحاكم علاش لو كان انت تبين الموضوع في بالك به نتاع نتاع الديار الحياة الموجوده توم عطوها الحياة الموجوده البنو هذيك توم عطوها عندها خمس سنين ولا قداه توم فرخوها العباد عليه نحبوا نعرفوا عليه تعب العباد يا بتينا كيلير ب 400 ونخدم قهويج ويعلم ربي نندبهم يا ريت علاش طال علاش نندبهم الشباب نتاعنا لاقي الزطله كل يوم وما يلقاش الباقات في الكوشه تندبهم ولا تندبهمش تندبهم جهر بهاره من الباقات ما فماش ما فماش قاول لك ما فماش اش قاول يا لزيت لفارين على سميد اش تحب الله منها العباد ما هيش تاكل في بعضها انا نتمنى من العباد او يسمعوا فيا كل واحد يهز كفنه ويهبط الباب بحار يشري لك فن ويكفن يروح وغادي ويرقد هكا وما عادش فيها البلاد الناس تتنفس بالبار انا كفني الاول معايا ولادي ورايا هذه بلاد والله محضرته انا ولادي نقول له هذه بلاد تشوف فيها تو انت تعب وهك تسال فينا وكل شيء وتروح للدار وماكش راضي على عيشتك وعلى روحك خلي نحنا خلينا فيك انت انا مش مشكله انا فيك انت راضيه ولا مش راضي عليها العيشه جمله اش قولك فيها تو عايشين تو عايشين العباد ترى قول لي تو يمشي في النهار ياسر راح يجيب زيكار وزطله ب 5000 ويمشي من الكوشه ما يلقاش باقيت ب 200 بدي يقعد يموت بالاحياء ميت العباد ميته وقاعده تمشي تمشي توريت انا نحكي معاك وبالنسبه للورايك الكل مفسقين مانيش نشوف فيهم نسمع كان في صوتي هاني قلت لك انت راضيه على حياتك راضيه على المال في الشهر اللي تاخذ فيه انت تاخذ في القليل وما وصلتش خلي ما ياخذ الجمله شنو يعمل قلت لك الميت كيموت ما عادش تلقى له جبانه في راس جدير ما عادش تزوره بوك ولا عمك ولا خالك تسال فيا على الحي يعاود علينا غياري هاي العباد في تركينا قلت العباد في تركينا في تركينا وفي هم كبير لا ثم كازوز لا ثم سميد لا ثم سكر ثم قاف ما حد شيء اخطانا من الكازوز لك حطوا على جنب خليني اليوم نقول لك اليوم الشباب جبل الاحمر شحوالو اليوم هاي الشباب يعاني خوي يعاني بالهم وعاني بالمزير يا صاحبي عايشين اربع كعبات في البلاد احنا نعانوا صاحبي يعني شاب منهم واحد من الاربعين نعاني انا صاحبي لا مراه لا صغار نخدم من الصباح لليل صاحبي ماكش خالط على عشاء وفطور يا صاحبي كي سبع حلقه شفت نقزت اخوي تضحكوا شيء البلاد هذه منين تضحكوا شيء يا صاحبي نضحك بالدمار والهم يا صاحبي شبيك انت لا بوضعك هو ها 500 تل تعمل لك حاجه بالبلاد تحلك مشاكلك تفرد عليك هذا ما تعمل لك ساعه اللي عجبني فيك جيني يا جبرك اللي عجبني فيك ما تحكي لي ازمات وتعبه وتعبه العباد وتضحك وما عم بين نضحك من الهم والدمار تحبني نبكي ما تحبني نحزن تحبني نشد ركين ونقعد نبكي خويا هذيك هي جيني باش نضحك باش نقبل الحياه كيما نقابل الناس الكل حد يفرج علينا ربي ما خير وما احسن في بالك اكثر سامحني في بالك اكثر من 80% من الشباب التونسي عنده نيه الرحيل من البلاد في مخه يحب يحرق سامحني لحظه تو كان حلو نحضر ونمشي تو انا خدي في ايطاليا في فرنسا وفي ليبيا كان نلقى خير من نخرج تو حتى الدار نخليها ونمشي خويا يا ولدي ما عادش فهمت خويا وحاجه اخرى خويا اسمعني يا نعيش عيشه سردوك يا نموت فرد مره يا نعيش عيشه فول نموت الناس الكل خاطر تعبنا وقاسينا في البلاد وما سوينا منها شيء فهمت خويا هو يقول لك نهار سردوك ونكمل شهر الجيش انت وسردوك يا انا سردوك تحضر فوق الجيش ما شفتش الصعب فهمت صاحبي يا دي نحبوا العيش يا قيس سعد نحبوا العيش ونربحوا يا قيس رانا تعبنا وملينا وكلينا وذلينا يا صاحبي بلادك بلادك بالله فاهم وتحيا تونس الخضراء يا صاحبي الحمد لله حارقين انا واحده من الناس ماشيه لمصر اللوج على محمد رمضان مصر بن ماشي لمحمد رمضان قال لك غادي مش نورمال مسكين يعطي في الفلوس للعباد نمشي لوين هو كهو صدقني شبابنا الكل ضاع والله اختك لا من لعب طولت فديك وكله حرق واقسم بالله انا حذايا جارتي عندها ثلاثه صغار وحرقت هي وراجلها ووصلوا كلبس عليه حتى انا ولدي بقدره ربي حرقي